بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. رسالة إلى حلوان. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وكسر المرأة طلاقها. يبقى المرأة لما بتطلق بتتكسر سواء كانت فوق أو تحت. رسالة إلى حواء. خلاص. وأنا لا أنسى يعني من المشاكل التي يعني لقيتها في حياتي من الناس، يعني امرأة كانت مدير عام، مدير عام كان تحت امرأتها 400 شنب، يعني 400 راجل ترفد فيهم وتدي حوافز وتخصم منهم وتديهم جزاءات. ها، امرأة يعني امرأة ميدان يعني. وبعدين طلقها زوجها وهي كمان سعت في الطلاق. زوجها كان رجل موظف وهي مدير عام في مصلحة تانية يعني. فكبرانة في دماغها انها مدير عام وازاي زوجها، فعايزة تعامل زوجها كأنه موظف عندها، تتعاقبه وتديله جزاء. ها، زي الراجل بقى برضه اللي اتخانق مع مراته والكلام ده، وراجل ضعيف غلبان على قد حاله داخل منها تحت السرير، فماسكه المقشه وبتقول له اطلع. قال لها انا مش طالع وهشوف كلمه مين اللي هتمشي. طبعا كلمته هتمشي لانه مش هيطلع من تحت السرير ابدا. ها، فهي المراه بقى فاكره ان بقى زوجها ده موظف من ضمن الموظفين، فعماله تتعجرف عليه. المهم الراجل طلعها، فهي ظنت بقى بمناسبه ان هي مدير عام والكلام ده وقت ان الخطاب هيقف على الباب والحيل. هي تقول انها ظلت 5 سنوات لا يتقدم اليها احد، لدرجه انها كانت تتمنى ان العامل اللي بيجيب لها القهوه الصبح والشاي والميه انه يتقدم لها فتزوجها. الحرب اول ما بتبتدي تبدا فتيه، ثم يكون اخر امرها شمطاء مكروهه الشم والتقبيل. عايزين نقول طلاق المرأة حاجة كبيرة. رسالة إلى حواء. إلى حواء. إلى حواء.